مساء الخير. طبعا يعني اولا انا في قرص عندي ان انا اكون موجوده في نشر كتاب الاستاذه الكبير محمد سلام، لانه طبعا الاستاذ محمد سلام من رموز الكتاب بالنسبه لاعتقد في الجنه يعني. فانا سعيده جدا طبعا ان انا اكون موجوده في مناقشه روايه خبير. هي ما ساعدنيش الحظ ان انا الاقي الروايه لما بعت لها فما فرقتهاش، لكن من اللي انا سمعته انا عموما بيعجبني فكره استلهام الماضي او استخدام الاساطير، يعني فكره استلهام الماضي او استخدام الاسطوره بيخلق نوع من المفارقه الزمنيه اللي بتبقى جذابه جدا للقارئ لما بيجي. يعني انا دلوقتي اتشوقت ان انا اقرا الروايه اكثر، لانه الدوران في الزمن في مكان ثابت، يعني انا بتكلم عن نفس البلد في زمنين مختلفين، او بتكلم عن نفس البلد وقارن بين الزمن ده وبين زمن ماضي سواء كان اسطوره او حدث فعلي في الماضي. ده بيعمل نوع من الجذب في القارئ. لفت نظري كمان في استخدام اسطوره اوديب، فكره اوديب بالذات، فكره مساواة أو المساوي ما بين الأخطاء اللي اتعملت وأدت إلى قيام الثورة وأساويها بنفس الذنب اللي عمله أوديب اللي هو الزواج من أمه، يعني منطقة المحارم دي. أعتقد إن هي ذنب في الوجدان العربي كبير جدا لا يعادله ذنب آخر، فبالتالي المساواة إنه الخطأ الأخطاء اللي حصلت تؤدت إلى ثورة يناير لا تقل سوءا ولا تقل فظاعة عن ارتكاب هذا الفعل الشنيع. مبروك يا أستاذ محمد الرواية، تاني مرة أنا سعيدة جدا 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 بحضرتك، وإن شاء الله تبتعمل روايات أخرى وأخرى وأخرى.